ابو يوسف من مصر ان شاء الله. منورنا، اتفضل. هو في حضرتك، انا كنت كلمتكم قبل كده مرتين ثلاثه ان انا داخل شراكه مع واحد قريبي، انا وواحد. ايوه. والشخص ده دلوقتي بيستمتع ان هو مش راضي يدينا حقوق. ايوه. يعني هو دلوقتي اللي عايز يفضل الشراكه هو بيستمتع، واحنا بيشوفنا واحنا متألمين ان من قله ذات اليد، وهو كل راس المال معاه. ايوه. فده حكمه ايه؟ مش عارفين نجيب معاه اي نتيجه خالص. طيب يعني انت سؤالك ده حكمه ايه شرعا؟ انسان شريك من احد الشركاء يستمتع بمعاناه شركائه وعدم اعطائهم حقوقهم. لا احنا امناه على كل حاجه، بما انه هو يعني احنا كنا في صله بيننا وبين بعض كبيره جدا. ايوه. وامناه ان هو واحد قريبنا وامناه. ايوه. طب ما كتبتوا الكلام ده ولا استأمنتوا بعض كده بالشفوي كده بق كده؟ لا استأمناه كده بس كده بما يرضي الله، لان احنا كنا ما هو لا هو بما يرضي الله يتكتب، يعني اللي بما يرضي الله بيتكتب. هو اللي حصل ما اتكتبش عشان اكون صادق. تمام. فهو دلوقتي بياكل حقوقكم. فهو حصل شيء من الطمع. ايوه. لان الربح كان عيله جدا، الربح عيله جدا، واخد بال حضرتك، والربح ضرب في ارقام عاليه، لان احنا كنا المشروع ده كنا واخدينه في الرخص ايام ما كان. طيب اسمعني بس يا ابو يوسف، بغض النظر عن التفاصيل انا فهمت المعنى من السؤال. انتوا راجعتوه؟ قلت له احنا لينا حق عندك وانت ما بتديهولناش. راجعتوه؟ احنا بقالنا سنه ونص عمالين نراجعه. بيقول ايه؟ هو عمال يتلف ويدور، انتوا ما دفعتيش الا حاجه بسيطه، انتوا مش عارف. طب بيديكوا اي حاجه ولا ما بيديكوش حاجه خالص؟ خالص خالص ما عندناش حاجه خالص. طيب انت عايز تعرف حكمه شرعا ايه ده، صح؟ حكمه شرعا، لان هو اصلا هو بيستمتع بعذابنا احنا، يعني بيستمتع بان احنا ما معناش، والحاله الاقتصاديه صعبه. طيب مش عارفين نروح ولا نيجي، يعني مش عارفين. حاضر يا ابو يوسف، حاضر. بشكرك شكرا جزيلا على اتصالك يا ابو يوسف. يعني بشكرك شكرا جزيلا على اتصالك. حياتك يا شيخنا، سمعت يعني هو ابو يوسف بيقول احنا مجموعه شركاء، ولكن معانا الشريك اللي هو بيدير الموضوع، اللي احنا استأمناه وادينا له فلوسنا عشان يبقى هو اللي بيدير الموضوع، احنا شركاء معاه. بيقول مش راضي يدينا اي حاجه. راجعتوه؟ راجعناه بقالنا سنه ونص بنروح له ونقول له. يقول لك لا اصل انتوا دافعين مبلغ قليل، انتوا مالكوش حاجه، انتوا مش عارف ايه. طب كتبتوا؟ لا ما كتبناش، استأمنا شفا وكده. وقال لفظ بيقول ان هو بيستمتع بان احنا ان هو واكل حقنا. فده حكم شرعا ايه؟ لا النبي صلى الله عليه وسلم قال حين في الحكم انما انا بشر اقضي كما يقضي البشر وكذا، وقال فانه اما احد اقتطعت له من حق اخيه فانما اقتطع له قطعه من النار. فهذا شخص يقتطع لنفسه قطعه من النار يستمتع بها بقى، فده معاه يعني ربنا الله يعينه على نفسه، يعني لان الحقوق يعني. والنبي قال البيعان يعني الخيار ما لم يفترق. لا انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما الاخر. يعني فاذا اذا خان احدهما محقت البركه. محقت البركه. نعم. مفيش بركه بقى. مفيش بركه خلاص، يفقد. أيوه. البركه في المال. نعم. اذا نصوص اخرى، ولي الواجد ظلم، ولي الواجد يحل عرضه وماله، يعني انه يذكر بين الناس انه نصاب مش عرضه، يعني انه أيوة أيوة. في عرضه يعني. تمام. ف ومال ان الانسان ياخذ حقه من هذا المال بالقضاء يعني، او بما يملك يستطيع في هذه الحاله، اذا لجأ الى كل وسائل المشروعه التي لم يستطع ان يصل بها الى حقه بالوسائل القانونيه يعني. تمام. فهذا لا يجوز شرعا، هذا كلام طبعا. ده انسان يقتطع من النار ويغترف منها. تمام، جزاكم الله خيرا.